المركز على مدى 20 عام رؤيته هي إعداد قادة الغد، إعداد قادة إماراتيين يحملون مسؤوليات، يحملون قصص نجاح دبي والإمارات على مستويات عالمية بإذن الله، ويحطونا دائما في المناطق والأرقام الأولى بإذن تعالى. المركز مبني على فكر وقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإحنا على مدى 20 عام اللي بإذن الله جاية نبى نكون مرجعية قيادية، يكون فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كقائد عظيم مو فقط لحنا بس لدبي، فقط للمنطقة وللعالم بأجمع إن شاء الله. نعم، احنا كنا خريجين القيادات الحكومية بكل فخر الحمد لله. المركز خرج قيادات يعني يشار لها بالبنان على مستوى على مدى هذه العشرين سنة الحمد لله. ويعني القائد احنا دائما نقول، واللي تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، ان القائد يعني مش بالضرورة يكون عنده منصب القائد موجود في كل مكان. ونحن كخريجين الحمد لله تعلمنا في من مدرسة محمد بن راشد، والحمد لله رب العالمين يعني دورنا ما يقتصر على أن يكون الإنسان في منصب معين، لكن يشق طريقه وين ما يكون. ولله الحمد تعلمنا كثير الحقيقة، وسافرنا لبعض الدول شفنا تجاربها، واليوم نحتفي أيضا يعني زملائنا الخريجين، ونتشرف بأن يكون خريجين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. هذا البرنامج زرع فينا الأساسات اللي احتجناها خلال فترة قيادتنا لإدارة إيرادات حكومة دبي، من ناحية إدارة المشاريع وإدارة الفرق اللي ساعدتنا أن اليوم نحقق إنجازات لحكومة دبي، على رأسها المشروع الاستراتيجي لحكومة دبي الماس لحساب تكاليف الخدمات الحكومية. الحمد لله نجحنا فيه بفضل التعليمات اللي حصلنا عليها من خلال هذا البرنامج. أيضا البرنامج فادني كثير من ناحية استشراف المستقبل، كيف الواحد يحط استراتيجيات، كيف التعامل مع الفريق، كيف أن الواحد يحفز الفريق أنه يمشي بالطريق الصحيح أو الطريق اللي تؤدي للرؤية اللي تباها المؤسسة أو الجهة أو حتى دولة الإمارات.